بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة المستوى الخامس ابتدائي موسم الدراسة 2020-2021، وهذا الفرض إن شاء الله غادي يخص مادة التربية الإسلامية الخامس ابتدائي، مدة الإنجاز 45 دقيقة. إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. كاين في القناة فروض، كاين دروس، كاين دعم مدرسي، كاين مجموعة من الأمور اللي غادي تتعرفوا عليها إذا اشتركتوا في القناة ديالي وفعلتوا زر الجرس. غادي يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. اذا كما قلت لكم اليوم غادي نديرو ان شاء الله فرض ديال التربيه الاسلاميه المستوى الخامس ابتدائي. عندي واحد الوضعيه هنايا وعندي مجموعه من الاسئله، دونك الوضعيه ديال الانطلاق نحاولوا نقراو وضعيه الانطلاق ومن بعد نجاوب على الاسئله. حضرت مع والدك صلاه عيد الفطر في المصلى، صلى الامام ركعتين، تلا في الاولى جزءا من سوره نوح وفي الثانيه جزءا من سوره المدثر. بعد الصلاه القى الامام خطبه توضح مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه، وما لاقاه من نصرة ومحبة من عشيرته، وكذا مواجهته للصعاب والعراقيل بالصبر والثبات والتفاؤل، وأعطى مثلا بقصة سيدنا نوح عليه السلام في دعوته لقومه، وختمها بوجوب طلب المغفرة من الله الغفار التواب في حالة الخطأ وعدم التمادي فيه، مستدلا بذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة. دونك هذه هي الوضعيه ديال الانطلاق. غادي نحاول الان نجاوب على الاسئله اللي كاينين هنا. انطلاقا من نص الوضعيه ومن خلال ما درسته في مكونات التربيه الاسلاميه، اجب عما يلي. دونك انطلاقا من هذه الوضعيه هذه وكذلك من ما درسته في التربيه الاسلاميه غادي تجاوبوا على هذه الاسئله. صافي. السؤال الاول، اتمم كتابه الايات الكريمه. دونك نكملوا هذه الايات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، احتل دعوتهم جهارا. صافي. دونك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. دي الآية الأولى. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. آية 2، أنعبد الله واتقوه وأطيعوني. آية 3، يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى. آية 4، قال رب إني دعوت قومي ليلا نهار. آية 5، فلم يزدهم دعائك، همزة على السطر، عدلية، دعائي إلا فرار. آية 6، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار. آية 7،
ثم إني دعوتهم جهارا. آية 8، نحاول نقرأها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال ربي إني دعوت قومي ليلا نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. صدق الله العظيم. دونك بهذا غادي نكون جاوبت على السؤال الاول. دوزو السؤال الموالي. عرف القاعده التجويديه التاليه. الاقلاب. دونك الاقلاب هي ما هو ماذا؟ دونك هو ابدال النون الساكنه، دونك ابدال النون الساكنه ميما اذا جاءت قبل الباء. صحيح، قبل حرف الباء. مثال: سميعا سميعا بصيرا. سميع، شوف، سميعا سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. صحيح، دونك ابدال النون الساكنه ميما اذا جاء او اذا جاءت قبل الباء. صافي، سميعا بصيرا. بلاصه ديك الباء كنقراو بحال الميم. صافي، سميعا بصيرا. سابيا، ندوزو السؤال الموالي. السؤال الثالث. عندنا صل بخط ما في المجموعه الف وما يناسبها في المجموعه باء. دونك هنا عندنا كلمات شرح ديالهم هادو. دونك خلقكم، واش هي هلاكا ودمارا ولا انبتكم ولا سهولا فجاجا؟ هي انبتكم. خلقكم، انبتكم. تبارا، تبارا هلاكا ودمارا. صافي، هلاكا ودمارا. طرقا واسعه هي سبلا فجاجا، سبلا فجاجا. مزيان، ندوزو الان الصفحه المواليه، غادي نكملوا الاجوبه ديالنا. تبين. سؤال اربعه. اسم الصلاه التي صليتموها. الصلاه اللي صليتها مع الاب ديالك هي صلاة عيد الفطر. أي صلاة عيد الفطر، يعني صلاة العيد. صافي، شنو المكان ديالها؟ أين تكون صلاة العيد؟ كتكون في المصلى. صافي، ماشي داخل الجامع، في المصلى. الأذان، واش كيكون فيها الأذان؟ نو، بدون أذان. بدون أذان. أها، الإقامة واش كتكون؟ نو، بدون إقامة. بدون إقامة. الوقت ديالها يعني وقت الضحى. صافي، وقت الضحى، يعني ماشي في الصباح بكري وماشي حتى كيفوت النهار. صافي، قبل الظهر. دونك الضحى. عدد التكبيرات. دونك عندنا ركعتين، الركعة الأولى وعندنا الركعة الثانية. الركعة الأولى فيها 7 ديال التكبيرات، عندنا تكبيرة الإحرام و6 أخرين. دونك هنا عندنا تاني 6 تكبيرات. صافي، دونك عندنا جوج ركعات. الركعة الأولى 7 ديال التكبيرات والركعة الثانية 6 ديال التكبيرات. صافي. السؤال الخامس. اكتب آية قرآنية استدل بها الإمام لتوضيح مدى مغفرة الله عز وجل. واحد الآية اللي ممكن الإمام أنه يستدل بها باش يوضح المدى للمغفرة ديال الله عز وجل. إذا الآية غادي نكتبو: قال تعالى من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا، هذه هي الآية، الآية الكريمة اللي ممكن يستدل لها بأنه الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. صافي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. السؤال الموالي. أتمم الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى الأجمعين. غادي نكمل هذا الحديث النبوي. إذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده
والناس أجمعين، صافي؟ إذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عندنا سؤال 7: طالب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته في سورة المدثر انطلاقا مما تعلمته وما سمعته في الخطبة، حدد ما يلي. إذا الله سبحانه وتعالى طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينذر عشيرة ديالو في سورة المدثر، صافي؟ أنذرهم بعذاب أليم. ممكن. السؤال هو نحدد العشيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نحدد الآية الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينذر العشيرة ديالو. دونك العشيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هي عشيرة بنو هاشم، صافي؟ بنو هاشم، في عشيرة بنو هاشم هي عشيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للآية الكريمة هي قال تعالى وأنذر عشيرتك قريبين، أنذر عشيرتك الأقربين، صافي؟ دونك هذه هي الآية الكريمة اللي كيطلب فيها الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينذر العشيرة ديالو، هذه من سورة المدثر، صافي؟ قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ندوزو للسؤال 8 الآن. انطلاقا مما رواه الإمام حول قصة سيدنا نوح عليه السلام، كم عدد السنوات التي قضاها نوح عليه السلام في دعوته لقومه؟ دونك شحال عدد السنوات اللي بقى سيدنا نوح كيدعو القوم ديالو أنهم يوليو في الإسلام إلى غير ذلك؟ إذا بقى واحد المدة كبيرة جدا، هي 1000 سنة إلا 50 سنة. 1000 سنة إلا 50 سنة، يعني 950 سنة من الدعوة. دونك بقى 950 سنة هو كيدعوهم للإسلام. كيف كان رد قومه؟ شنو كان الرد ديال القوم ديالو؟ شفناها في الوضعية ديال الانطلاق. دونك استهزأوا وأصروا على كفرهم وأساءوا الأدب معه، صافي؟ أساءوا الأدب معه، دائما كيكونوا ضده دائما وكيستهزئوا بداكشي اللي كيقول، صافي؟ سؤال موالي: ما هي الحكمة المستنبطة من قصة سيدنا نوح عليه السلام؟ دونك هي الحكمة المستنبطة، أهم حكمة هي الصبر، أنه صبر عليهم 950 سنة. دونك الحكمة المستنبطة قطعة عندي الصبر، التفاؤل، وتحمل المحن، صافي؟ تحمل المحن مع قومه لأنهم استهزأوا به دائما. السؤال الموالي: أتمم دعاء الاستغفار الآتي، غادي نكملوا هذا الدعاء الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت، يعني نكملوا هذا الاستغفار، نكملوا هذا الدعاء هذا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صافي؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا. سؤال 10 والأخير: يشتكي أستاذك من كثرة تمادي زميلك كريم في الخطأ داخل القسم، وعدم اتعاظه واعتباره من أخطائه السابقة، انطلاقا مما وضحه لكم الإمام في الخطبة وما تعلمته داخل القسم، بين لزميلك سمير جزاء من يصبر على الخطأ ويتمادى فيه مستشهدا بنص القرآن. إذن هنا يا زميلك سمير وليس
كريم، دونك الاستاذ ديالك كيشتكي من ان سمير دائما يتمادى في الخطا وعارف راسو خطا وما كيتعدش منه وما كيعتبروش من الاخطاء السابقه ويتعلم منه، لا دائما يتمادى في الخطا. اذا شنو غادي بين لزميلك سمير جزاء من يصبر على الخطا؟ دونك شنو هو الجزاء ديال من يصبر على الخطا ويتمادى فيه؟ شنو الجزاء ديالو؟ دونك الاصرار على الخطا، دونك انك تصر على الخطا وتتمادى فيه والتمادي فيه يجلب غضب الله عز وجل ويكون سببا في سوء الخاتمة، سوء الخاتمة ونفور المجتمع من حولك. إذا قال عز وجل في القرآن الكريم أخذتم العزة بالإثم، يعني أنه الإنسان ما كيرضاش على الخطأ ديالو، داكشي علاش هو كيكون داير الإثم وكيزيد الإثم منين ما كيرضاش. بالنسبة لنص قرآني ولا حديث، دونك غادي نديرو حنا حديث، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين الثوابين، توابين، خير الخطائين التوابين. دونك هذا استشهاد اللي هو عبارة عن حديث نبوي شريف، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. كاين استشهاد آخر، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عافانا وعافاكم الله من العذاب، اللهم تب علينا ووفقنا للخير. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.